شكشوكة، أربع بيضات، عبوة طماطم مهروسة، حبة بصل مبروشة، ملعقة كبيرة سمنة، ملح وفلفل، ملعقة كبيرة بقدونس مفروم، ربع كوب مي، ملعقتين كبيرة أرز، في مقلاة نذوب السمنة، يضاف البصل ويقلب، ثم تضاف الطماطم ويقلب، يضاف الماء ثم الأرز، الملح والفلفل، يترك المزيج ليغلي، يوضع المزيج في إناء الخبز، يضاف البقدونس ثم حبات البيض، يوضع الطبق في الفرن ليخبز ويطهى بياض البيض وتقدم.